السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الخاص بتلاميذ سنة ثانية بكالوريا، ودرس خاص بـ Conditional Type 3 وكذلك Past Wishes. فالدرس نحاول ما أمكن نشرحه شنا هو Conditional Type 3 وشنا هو كذلك Past Wishes. كنت عملت واحد الفيديو قديم ولكن عملته بالإنجليزية فقط، غادي نحاول نعاوده ولكن نعملو دابا بشرح باللغة العربية. فمرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، وبسم الله على بركة الله نبدأ هذا الفيديو إن شاء الله. Hi there and welcome to this English course. طبيعة الحال هذه هي باش كنت بديت هاد الفيديو بهالطريقة هذه وقديم كما قلت. Hi there and welcome to this English course. طبيعة الحال كاين ترحيب بالحضور وبالمشاهدين وبالتلاميذ. So welcome to my channel. Please encourage us by like, share, subscribe. Thank you very much for sharing, for subscribing and for pressing like. So today the conditional type 3 and wishes, regrets in the past. Wishes regrets غنشرحهم مزيان، شنو معنى ديال التمني والتأسف. تمني وتأسف. All right. So the conditional type 3 form. شكل ديال conditional type 3 هو if. إذا الجملة الشرطية if plus past perfect. إذا conditional type 3 past perfect كيكون دائما. شنو هو past perfect؟ هي had زائد verb في past participle. مثلا عندنا واحد مجموعة الأفعال، عندنا visit had visited, be had been, have had had. Past perfect ديال هاد الأفعال هما هادو اللي كتشوفوهم مكتوبين. أوكي okay. I repeat visit past perfect ديالو had visited, be past perfect ديالو had been, و have past perfect ديالو had had. إذا هذا هو past perfect plus would or wouldn't. بعض المرات كنلقاو غير apostrophe d. أوكي plus have plus verb. الverb خص يكون صرف في past participle. شناهي past participle؟ هي هذيك اللي كتكون مع past perfect، الخانة الثالثة اللي كتكون في اللائحة ديال irregular verbs. اوكي وقلنا على ان conditional type 3 دائما كيعود على past situations. اوكي الماضي دائما خاص الجملة تكون في past باش نقدروا نعملوا conditional type 3. conditional type 3 دائما كيكون فيه cause سبب ونتيجة. اذا شي سبب معين وقع في الماضي وعطانا نتيجة معينة في الماضي. اوكي وكنستعملوا if بمعنى لو ما كانش ذاك السبب وقع ما كانش غتكون ديك النتيجة. اوكي داكشي اش عنده علاقة مباشرة مع wish or regret. if clause اذا conditional type 3 كتكون من if clause و main clause. if clause كتكون دائما على cause سبب، main clause كيكون فيها result. مثلا عندنا he didn't drive carefully، هذه سبب cause. so اذا he had a bad crash، وقع له حادثة سير. إذا عندنا the cause السبب وعندنا النتيجة he had a bad crash. if clause دائما كتكون مع السبب، main clause كتكون دائما مع النتيجة. أحيانا كنبداو بالجملة ب main clause بال result وكنعملو if clause كنعملوها في هي الثانية. إذا سا ديبون ممكن نبدا هيدا ولا نبدا هيدا. ممكن نقول he had a bad crash. Why did he have a bike crash؟ علاش وقع له accident؟ He had a bike crash because أو لا since أو لا as he didn't drive carefully. أوكي إن غير باش نبين لكم على أن السبب والنتيجة بعض المرات ممكن يكون السبب هو الأول والنتيجة هي الثانية. بعض المرات ممكن تكون النتيجة هي الأولية والسبب هو الثاني. إذا دائما خصنا نحاولوا نحدوا فين هو السبب. هنا ملي غنجي نستعمل if غنجي if he had driven carefully he wouldn't have had a bad crash. هنشوفوا علاش عملنا هيدا. if he had لان القاعده كتقول if plus past perfect plus would او لا wouldn't. if he had driven carefully but شنو هو الواقع؟ he didn't drive carefully. لو كان ساق بحذر ولكنه لم يسق ولا ما ساقش بحذر. اوكي what would happened ولا what happened شنو وقع؟ he had a bad crash. okay he had a bad crash هذا هو الواقع انه ما ساقش مزيان وقعت له حادثه. لو كان
لو كان ساق مزيان ما كانتش غادي وقع له الحادثه. if he had driven. ودائما لاحظوا واحد القضيه، دائما كيوقع العكس. الا كان الواقع داكشي اللي وقع نيجاتيف ملي غنستعملوا if دائما خصنا نستعملوا افيرماتيف، ولا كان اللي وقع نيجاتيف كنستعملوا العكس. now past wishes او لا past regrets هي كذلك refers to the past situations. ملي كنتكلموا على past regrets ولا التاسف على الماضي ولا regret على الماضي كنستعملوا هذه القاعده هذه دائما. كنعملوا اما دائما كنعبروا عليها اما بويش او لا if only. هذو هما جوج العبارات اللي كنستعملوا. دونك كنستعملوا subject pronoun plus wish plus subject pronoun again plus verb in past perfect. دائما verb في past perfect خصو يكون، عقلوا عليها. ملي كيكون عندنا past wishes verb خصو يكون في past perfect. مثلا عندنا واحد الحاجه وقعت، كريم didn't revise his lessons. كريم ما راجعش الدروس ديالو. اذا هذا real situation بمعنى واحد الحدث اللي وقع في الماضي، ان كريم ما راجعش الدروس ديالو. انتبهوا ملي غنستعملوا كريم wishes he. اذا شنو كيتمنى كريم؟ كيتمنى انه لو في النظر ديالكم راه خصو يكون دائما العكس. هنا كريم عندنا didn't revise راه هي نيجاتيف، بمعنى ملي غنستعمل wish غنستعمل verb past perfect، ولكن خصو يكون افيرماتيف دائما العكس. وانتبهوا مزيان لهذه القاعده هذه. اوكي، اش كيتمنى؟ كيتمنى لو كان راجع، لانه ما راجعش. سو كريم wishes he had revised his lessons. كيتمنى لو كان راجع للدرس ديالو. اذا اما نعمل كريم wishes he had revised his lessons، ولا نعمل if only كريم had revised his lessons، بمعنى كون غير راجع للدروس ديالو. ولكن شنو هو الواقع؟ هو انه but he didn't revise. اوكي، ما راجعش الدروس ديالو، والنتيجه شناهو؟ so he failed. اوكي، سقط ما راجعش الدروس ديالو. فهمتوا كيفاش؟ اذا past wishes عندها علاقه مباشره مع conditional type 3. example number 1، عندنا a cause وعندنا result. steve was absent، هذا cause، steve كان غائب. اوكي، شنو هو النتيجه ديالو؟ he missed the exam. النتيجه ديالو هو انه missed the exam، يعني انه فوت، ضيع الامتحان، ما حضرش الامتحان. اوكي، now verbs، فين هو verbs هنايا؟ verbs هو was and missed. هذه هي verb was and missed. اوكي، صرفين في الباست والفورم ديالهم. خصني نعرف اهم شيء، they are affirmative، بمعنى ان ملي غنستعمل سواء conditional type 3 ولا if only ولا wish راه خصني نستعملها في النيجاتيف. انتبهوا مزيان. اذا ملي غنستعمل if بلاس past perfect، past perfect خصو يكون نيجاتيف، يعني was خصنا نرجعوها في past perfect نيجاتيف، لان الاصل ديالها افيرماتيف. وفي هذه الحاله غتجي if steve، هنا عندنا was absent غنرجع في past perfect نيجاتيف، غنعمل if steve hadn't been. لان علاش؟ راه تما was هو الفيرب بمعنى to be، في past perfect كتجي hadn't been absent. if steve hadn't been absent he. دونك missed، عندنا ميس افيرماتيف بمعنى خصني نرجعها هي نيجاتيف، بمعنى سيكند بارت ذا مين كلوز. شنو كتجي فيها ذا مين كلوز؟ قلنا كتجي فيها وود او لا وودنت. هنا بما ان عندنا افيرماتيف يعني خصني نستعملوا وودنت. اوكي، وودنت هاف، على حسب القاعده وودنت هاف. عاد نشوف الفعل اللي غنستعمل هو ميس، راه عنده ادي يعني باست بارتيسيبل ديالو هو سيمبل باست ديالو. شوفوا مثال اخر. اذا غادي الجمله if steve hadn't been absent he wouldn't have missed the exam. but شنو هو الواقع؟ الواقع هو انه اللي وقع هو انه he was absent. so النتيجه ديال داكشي هو انه he missed the exam. فهمتوا كيفاش؟ دائما العكس، دائما كيكون عندنا العكس. a reality in the past، reality in the past هو انه he missed the exam. اوكي، ولا بغيت نستعمل هنايا wish ولا if only، غادي الجملة نفس الطريقة. Steve wishes he، وهذيك ديك hadn't been هي اللي غادي نهبطها لتحت. Steve wishes he hadn't been absent. اوكي، Steve wishes he hadn't been absent. او لا، الا غنستعمل كذلك، الا غنستعمل if only نفس الطريقة حتى هي. If only Steve hadn't been absent. علاش جبت لكم انايا هذا الدرس هذايا ديال conditional مع wishes in the past؟ تقريبا راه بحال. Steve wishes he hadn't been absent but he was absent. If only Steve hadn't been absent but he was absent. Okay, كان غايب، كون غير ما كانش غايب. If only Steve hadn't been absent he wouldn't have missed the exam. Regret، احنا ملي كنقول if only كنتاسف على انه كان غايب. Okay،
كنتأسف لو ما كانش غائب ما كانش غيضيع الامتحان، ولكن غاب. Another sentence: Many people became jobless. بدون مهنة. علاش؟ Because a lot of factories closed. إذن هنا خصني نفتش على الكوز. فين هو السبب؟ The cause هو هذه. A lot of factories closed. معامل كثيرة شدت. شنو الإفكت؟ Consequence ديال هاد الشيء. النتيجة ديال هاد الشيء. Many people became jobless. إذن هنا حدد where is the cause. حددت where is the consequence. Okay؟ ايوا بقى لي ملي كنستعمل اي خصني نشوف فورم اوف ذا فيربس. فيرب فورم، لان مهمه فيرب فورم. فيرب فورم بجوج بهم افيرماتيف، بمعنى انني خصني نستعمل نيجاتيف، سواء استعملت اف، سواء استعملت ويش، سواء استعملت اف اونلي، خصني نستعمل نيجاتيف فورم. سو اف بلاس باست بيرفكت نيجاتيف. منين نقول باست بيرفكت نيجاتيف؟ بمعنى هادنت نيشان. باست بيرفكت نيجاتيف هادنت، عاد كنزيد الفعل. هنايا الفعل فين هو عندي هنايا؟ because a lot of factories closed. يعني الفعل هو closed. اوكي، قلنا على ان if دائما كتكون متبوعه ب cause، وcause هي a lot of factories closed. اذا غادي if a lot of factories hadn't closed شنو كان غادي يوقع؟ قلنا غنستعملوا نيجاتيف، بمعنى غنستعمل wouldn't. اذا غنعمل many people وغادي نستعمل wouldn't. علاش؟ لان عندي became تما affirmative. اذا غنستعمل wouldn't have، وعاد غنرجع للفعل اللي became، نشوف past participle ديالو اللي هي become. oh jobless غتجيني الجمله if a lot of factories hadn't closed many people wouldn't have become jobless. but شنو هو الواقع اللي وقع؟ هو a lot of factories closed so many people lost او became jobless. الا بغينا نستعملوا if only نفس الطريقه غتجي if only a lot of factories hadn't closed نفس الطريقه. اوكي okay؟ كون غير لو فقط لو مجموعه المعامل ما كانتش تغلقت many people wouldn't have become jobless. ولا بغينا نستعملوا I wish، اتمنى انا I wish a lot of factories hadn't closed، كنتمنى على ان المعامل بزاف المعامل ما كانتش تشد ولا ما كانتش تشد. اوكي في الباست I wish a lot of factories hadn't closed. جمله اخرى Stephanie lost the keys so she stayed out all the night. ضيعت المفتاح، إذن بقات برا ليلة كاملة. Where is the cause? Where is the effect? إذن خصني نفتش على cause, effect, verb form. Okay? Cause هنا فين هو السبب؟ مهم بزاف نلقى هنا السبب. السبب هو cause هي Stephanie lost the keys. ضيعت المفتاح. Okay? The cause. Where is the consequence? فين هي effect? Effect, she stayed out. بقات برا ليلة كاملة وهي برا لحقاش ضيعت المفتاح. إذن ضيعت الفتح. إذن هذه هي اللي غادي نعملها مع if. إلا غنستعمل if، إلا قالوا لكم في البكالوريا rewrite the sentence with if، غادي نبدا بif، غنستعمل هذه. verbs فين هو الأفعال؟ stayed و lost بجوج بهم affirmative، بمعنى أنني خاصني نستعمل negative هنا، يعني دائما العكس دائما. إذن verb form affirmative which means I'm going to use negative form، بمعنى غنستعمل if plus past perfect negative hadn't، ونشوف الفيرب اللي عندي تما شنو هو الفيرب اللي عندي. lost، lost هي simple past ديال lose، وكذلك past participle ديال lose. إذا غتجي الجملة if Stephanie hadn't lost the keys، لو ما كانش ضيعت الفتح ديالها. اوكي if Stephanie hadn't lost the keys the cause كتجي هي الأولية بطبيعة الحال، وعاد كنعمل plus the effect. اوكي دائما القاعدة هذه ديال غتجي if Stephanie hadn't lost the keys شنو كان غادي يوقع؟ شي، بما ان عندنا state تما affirmative قلنا غنستعملو negative. اوكي بمعنى negative main clause negative غنستعمل wouldn't have. اوكي she wouldn't have. اوكي غادي she wouldn't have ونكمل الجملة ديالي stayed out all night. she wouldn't have stayed out all night لو ما كانتش ضيعت المفتاح ديالها ما كانتش تبقى برا ليلة كاملة. but ولكن Stephanie lost the keys Stephanie ضيعت المفتاح. إذا بغيت نستعمل if only نفس الطريقة غادي الجملة if only Stephanie hadn't lost the keys كون غير Stephanie ما ضيعتش مفتاح. أو لا Stephanie wishes she Stephanie كتمنى أنها she hadn't lost the keys. أوكي كتمنى أنها لو ما كانش ضيعت مفتاح. إذن باش نختصر لكم كذلك نلخص لكم القاعدة اللي قلنا ديال the conditional type
3 الملخص ديالو قلنا conditional type 3 كتكون من if plus past perfect اللي هي had plus been بحال مثلا visited been plus would or apostrophe d plus have or بعض المرات كنلقاو apostrophe v plus verb in past participle okay. اذا هذا الملخص تلخيص ديال هادشي اللي شفنا ومثال عندكم if he had worked hard he would have succeeded if she'd been free she would have traveled with us okay she would have traveled with us لاحظوا هنايا would apostrophe e okay وقلنا على ان conditional type 3 كيرجع على past situation cause in the past كيتكلم على واحد السبب في الباست اللي عطانا نتيجه معينه والسبب في الباست في الجمله الاوليه هو he didn't work hard ما خدمش مزيان شنو هو النتيجه ديالو هو انه he didn't succeed ما نجحش she wasn't free ما كانتش حره she didn't travel with us ما كانتش she wasn't free يعني كانت مشغوله دونك شنو هو النتيجه هو انه she didn't travel with us ملي عملنا if هذا هو الجواب وقلنا كذلك ملخص ديال past wishes و past regrets قلنا على ان past wishes past regrets كيعود على شي حاجه اللي وقعت في الماضي وكنتمناو انه لو ما كانتش وقعت وكنستعملوا wish او لا if only قلنا real situation in the past كريم didn't revise his lessons كريم ما رجعش للدروس ديالو اذا غنستعملوا كريم wishes he وبطبيعة الحال ملي كيكون عندنا في الباس كنستعملوا past perfect اذا غتجي كريم wishes he had revised his lessons وقلنا على انه دائما كيكون العكس اذا كان عندنا الفعل في الواقع داكشي اللي وقع نيجاتيف ملي غنستعملوا wish غيكون affirmative ولا كان affirmative خصو يكون نيجاتيف ولا استعملنا if only كريم غنعملوا كذلك if only كريم had revised his lessons اذا the cause و effect او the consequence etc etc okay ندوزو من بعد غندوزو but he didn't revise and so he failed غندوزو نشوفو دابا تمارين اخرى تطبيقات اخرى باش نزيدو نفهمو كذلك هاد conditional type 3 وهاد past wishes و past regrets بطبيعة الحال غادي نشوفو جمل اخرى كنتمنى لان تكونوا فهمتو هادي now مطلوب منكم rewrite the sentences as suggested بطبيعة الحال كيعطيكم في البكالوريا جمل وكيقول لكم عاودوا كتبوهم اما في if only أو لا wish and Bob didn't study hard he got bad marks أول شيء خلنا نفتشوا على the cause the effect باش نفتشوا على the cause نحط لها سؤال why okay Bob didn't study hard why ما عطيناش الجواب why علاش ما قراش مزيان ما كاينش الجواب he got bad marks ماشي الجواب okay ولكن إلا قلنا استعملنا why في الأخر قلنا he got bad marks why غادي يكون عندنا الجواب he got bad marks because he didn't study hard اذا هنا كنلقاو على ان the cause هي bob didn't study hard و the effect he got bad marks اذا if غنستعملوها مع cause بما ان عندنا verb if مع cause و main clause غنستعملوها مع effect اوكي بما ان عندنا verb form خصنا نشوفوا في verb form هنا عندنا negative verb negative و got عندنا affirmative okay اذا عندنا form didn't study اللي هي نيجاتيف وهنا form كذلك affirmative go بمعنى ان ملي غنستعمل if plus cause راه خصني نستعمل affirmative وملي غنستعمل the main clause راه خصني نستعمل نيجاتيف بمعنى if plus clause غتجي if had studied عندي هنا bob didn't study hard اذا غتجي if bob had studied hard okay if bob had studied hard بالنسبه للافكت عندي الفعل افيرماتيف بمعنى انني خصني نستعمل العكس نيجاتيف اذا مين كلوز نيجاتيف ديالها كتجي wouldn't have alright اذا غادي يولي wouldn't have وverb got كيبقى هو هذاك got bad marks اذا غادي الجمله if bob had studied hard he wouldn't have got bad marks لو كان قرا مزيان ما كانش غادي يحصل على نقاط سيئة أو لا Bob wishes he had studied hard نفس طريقة أو لا if only Bob had studied hard لاحظتوا if only Bob had studied hard he wouldn't have got bad marks تبقى هي هذيك نفس الشكل كتبقى لاحظتوا إذا if wish و if only كاملين بحال conditional type 3 بحالو بحال wishes in the past or the regret in the past مثال آخر She wasn't at home. She lost the keys. Where is the cause? Where is the effect? Okay?
تقريبا بحال الا كنعاود الجمله اللي دازت. So she wasn't at home, why? She lost the keys, why? Okay, اذا غادي نقول she wasn't at home, she lost the keys. اذا غيعطيني لان the cause هي she lost the keys, ضيعت المفتاح, داكشي علاش ما كانتش في الدار. Okay, so بما ان the cause the verb is affirmative, بمعنى انني خصني نستعملو النيجاتيف. اذا if plus past perfect negative, اذا غتجي if past perfect negative hadn't, بمعنى ان غادي نعمل hadn't lost. If hadn't lost, وغنستعمل plus effect. Effect عندي the verb to be negative, بمعنى انني غنستعمل main clause negative, غتجي would have. Okay, would have. والverb فين هو الverb تما؟ wasn't, بمعنى هو be. Past participle ديال be شنا هو؟ هو been. اذا غادي للجملة if she hadn't lost the keys, لو ما كانش ضيعت المفتاح, she would have been, she would have been at home, كانت غادي تكون في الدار. If she hadn't lost the keys, she would have been at home. But the reality, شنو الرياليتي؟ هو انه she lost the keys, ضيعت المفتاح. النتيجة ديالها شنو هو؟ she wasn't at home. إذا استعملنا she wishes ولا if only غتبقى نفس الشكل. لاحظوا she wishes, if only she hadn't lost the keys, she would have been at home. Okay, كون غير ما ضيعتش المفتاح. مثال آخر كذلك, we didn't use the net, we finished late. Again, where is the cause, where is the effect? Because, لابغيت نلقى ال cause غنطلع نشوف because في غادي. We didn't use the net because we finished late, we finished late because we didn't use the net. إذا غاتجيني على أن cause هي we didn't use the net, ما استعملناش الانترنت. داكشي علاش تعطلنا, لو كنا استعملنا الانترنت ما كناش غنتعطلوا. اذا لاحظوا, so we didn't use the net, هنا verb, what is the form of the verb؟ غنلقاو على ان the form of the verb negative. finished اللي هي the effect, what is the form of finished؟ غنلقاو على ان the form of finished هي affirmative. نرجعوا ل didn't use, cause بمعنى غنستعمل affirmative, past perfect بمعنى had used, if only او لا if had used, واخرى غادي نستعمل بما ان عندنا finished affirmative غنستعمل wouldn't have finished. وغادي الجمله if only we had used the net, we wouldn't have finished late. او لا we wish we had used the net, we wouldn't have finished late. او لا if we had used the net, we wouldn't have finished late. الا بدلت late استعملت early غتبدل الجمله, ما غتستعمل ما بقاش wouldn't, غتولي would. We wish we had used the net, we would have finished early. Next example, she didn't have any flour, so we couldn't make any cakes. Okay, إذن هنايا again عاودوا الجملة واستعملوا if. هنا غنفتش على cause, where is the cause, where is the effect. هنا عندنا so كنربط ما بين the cause and the effect. بطبيعة الحال effect كيجي دائما بعد so, و cause كتجي هي didn't have any flour. اوكي مزيان, الخطوه الاولى انا حددتها. الخطوه الثانيه كنشوف the form of the verb. The form of the verb هنا عندنا didn't have بمعنى نيجاتيف, بمعنى ان ملي غنستعمل if غنستعمل affirmative, بمعنى غنستعمل past perfect affirmative. يعني had يعني الفعل تما هو have, past participle ديالو هو had. غندوزو للمين كلوز, عندنا تما couldn't نيجاتيف بمعنى غنستعمل affirmative بمعنى would have. والverb تما عندنا هو make, ما يبقاش make بطبيعه الحال, انما غادي يتبدل. ملي غتكون هابط به غادي يتبدل, غادي يرجع past participle غيرجع made. اذا غتجي الجمله if she had any, ما غنستعملهاش. علاش؟ لان any كنستعملها في جوج حالات, ملي كيكون عندي جمله نيجاتيف و question interrogative. في هذه الحاله الجمله غترجع عاديه, اذا غنستعمل some. if she had some flour, she would have made, كذلك any ما غتبقاش any, غنرجع some. She would have made some cakes yesterday. Okay? If she had some flour, she would have made some cakes yesterday, but she didn't have any flour. Okay? Next example. They couldn't go to the cinema because they had no one to take care of their baby. Okay. هنا مطلوب منكم بداو جملة they wish they. ولكن أرى نحلوا الجملة. Where is the cause? فين هي السبب؟ فين هو النتيجة؟ Okay, you can stop the video, okay? And the because دائما كتجي موراها cause, okay, سبب. اذا
حددت على أن because they had no one to take care هذا هو السبب they couldn't go هذه هي effect. خصني نشوف دابا wish plus cause verb form. شوف verb form. verb form شناهي negative. علاش negative؟ لأن هذيك they had no one كاين شي واحد غيقول لي ولكن they had راهي affirmative نقول لا راه عندك تما no بمعنى الأصل ديال الجملة شناهي they didn't have anyone هذا هو الأصل ديال الجملة أو ممكن نقول they had no one راه الجملة هذيك negative راه عندك no بمعنى أن خصني نرجع affirmative بمعنى أنني خصني نستعمل past perfect affirmative يعني had plus the verb اللي هو تما have إذا غتجي had they wish they had okay هنا no one ما غتبقاش no one صافي خصني نرجع affirmative غنرجع someone okay ما غتبقاش no one لان الجمله رجعت affirmative so they wish they had someone to take care of the baby okay او لا if only they had someone to take care of the baby they effect effect عندنا negative تما بمعنى انه خصو يرجع affirmative يعني main clause would have وكنستعملوا gun اللي هو go past participle ديالو gun غتولي would have gone to the cinema اذا غتجي الجمله they wish they had someone to take care of the baby they would have gone to the cinema او لا if only they had someone to take care of the baby يعني يكون غير كان عندهم شي واحد يرد البال للولد next sentence the weather wasn't warm enough so they didn't go swimming alright again مطلوب منكم هنا تعاودوا الجمله ب if فتشوا على cause and effect where is the cause where is the effect so they didn't go swimming why because the weather wasn't warm cause the weather wasn't warm اذا كنعرف على ان if دائما كتكون متبوعه ب cause بمعنى انني غادي نستعمل هي الاوليه now what's the form of the verb negative بمعنى انني غنستعملو affirmative يعني past perfect affirmative يعني had والverb تما wasn't بمعنى verb to be had been اذا غتجي الجمله غادي تجي if the weather had been وغتبقى ديك warm enough غتبقى هي هذيك غتولي if the weather had been warm enough لو كان الجو سخون بما يكفي they انا نشوفوا دابا didn't go swimming هنا عندنا main clause the effect هنا عندنا negative بمعنى انني غنستعمل في main clause would have okay بمعنى نيجاتيف غنستعمل افيرماتيف would have وعندنا go والفعل غادي يرجع gone اذا غادي الجمله if the weather had been warm enough they would have gone swimming او لا if only the weather had been warm enough او لا they wish the weather had been warm enough كتبقى نفس الشكل داكشي علاش استعملتكم conditional type 3 بحالو بحال past wishes regrets in the past next sentence He couldn't play football on Sundays because he had to work. If only. Okay. Again. هنا قال لكم دول جملة if only. Again. Where is the cause? Where is the effect? هنا مهم. فين هو cause? فين هو effect? Cause. Because he had to work. He had to work. كان عليه أن يعمل. Okay. He had to work. Affirmative. Okay. احنا كنعرفوا لأن if only دائما كنكون متبوعة بcause. بما أن cause affirmative. بمعنى انني خصني نستعملها نيجاتيف يعني خصني نستعمل باست بيرفكت نيجاتيف اوكي باست بيرفكت نيجاتيف بمعنى هادنت وفين هو الفيرب تما عندي تما هاد اذا غتجي هادنت هاد اوكي غتجي الجمله if only he hadn't had ونكمل to work if only he hadn't had to work he effect couldn't play عندي نيجاتيف كذلك كما قلنا نيجاتيف غترجع افيرماتيف بمعنى مين كلوز would have والverb تما هو play past participle ديالو played اذا غادي الجمله would have played football on Sundays غادي الجمله if only he hadn't had to work he would have played football on Sundays كون غير ما كانش خاصو يخدم كون لعب ولكن كان عليه ان يعمل next sentence I didn't know the dress was too big for me because I didn't try it on the shop. I wish. Okay. مطلوب منكم دو جملة I wish. All right. Where is the cause? Where is the effect? هذا أول شيء اللي خصني نعمل. لأن I wish كتكون دائما متبوعة بcause. Where is the cause? Where is the effect? I didn't know the dress was too big for me because I didn't try it. Because I didn't try it. هذا هي cause. لاحظوا.
wish plus cause دائما. What's the form of the verb? The form of the verb is negative. Didn't try. بمعنى أنني استعمل past perfect affirmative. Had. The verb to try. إذن غادي had tried. إذن غادي جملة I wish I had tried. Okay? I wish I had tried. وغادي الجملة I wish I had tried the dress on the shop. لأنك سنعرفة. I wish I had tried the dress on the shop. Okay? أو لا. If only I had tried the dress on the shop. Effect. هنا عندكم effect طبيعة حال negative. If only I had tried the on the shop. Effect هنا عندنا negative. بمعنى غادي يرجع affirmative. وaffirmative بمعنى would have. Okay? إذن غادي الجملة I would have known. إذن verb هو تما known. وغادي I would have known. طبيعة الحال I would have known it was too big. Very good. Ahmed, I'll see you later. Before you leave, again, remember to like, share, and follow, and subscribe. Thank you very much. See you next time.